مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ يا رب الجميع باحسن حال. كتير مبسوطه اول شيء لانه اليوم كان اخر يوم بالكورس وعندي اجازه طويله لغايه 11 واحد، مش طويله بس انه يعني بريك من بعد كميه الضغط اللي كانت الفتره الماضيه. السبب الثاني وبكره بدي شو اسمه بعد هاي الطبخه فيك تعمليها مجالي كمان. كتير بتسألوني صبايا على الجبنة اللي أنا بستخدمها للمكرونات وكمان للبيتزا تحديدا، هي هاي. رح أحاول. أوكي سوري. شايفين هاي عبارة عن دهن مفروم بتطلبوه من عند اللحام. ليش بجيب هاي الدهون أو هاي اللحمة اللي فيها دهون كتير؟ لأنه هذا الجزء الأهم بالفيديو. أنا آسفة إذا طولت عليكم، لكن خلاص يعني صرنا عيلة بتتحملوني وعارفين أنا والغاية إنه أفيدكم. أول شيء صبايا جبت هذول الماماسح من أكشن، أرخص مكان تشتروا منه ماماسح الأرضيات. كمان من أكشن هذول أنا جبتهم المرة الماضية. شايفين هذا الورد؟ إذا الماماسح هاي ما بتنظف عنكم منيح أو مستعجلة ممكن تستخدموا ورق من أكشن، تقريبا بس سعره يورو 20 هيك شيء. قطعة ورق ومبلولة من غير معطر من غير أي شيء تستخدميها، بتضيفيها على المكنسة تبع التنظيف، كتير رح توفر عليك وقت. الشغلة الثانية هو هاد الورق مثل الوايبس بس لتنظيف الإزاز، كتير بيلمع الإزاز. والشغلة الثانية لها تحتاجي البخاخ تبع التنظيف او فوط، لانه بكل مره بجيب البخاخ وفوطه معينه للتنظيف برجع بستخدمها لشغله ثانيه وبتوبر وبضطر اشتري فوط جديده. اوكي هذا مش عارف ليش جاي هون، بس هذا كريم لترطيب الرجلين كمان من دي ام، لانه بالشتاء كثير الواحد رجليه بتنشف. يا رب اكون كثير سريعه بس بدي اقصر الفيديو شوي. كمان من اكشن على طول بجيب الاكياس تبع الزباله لانه ارخص وكميه اكبر. طبعا لا غنى عن سلك الجلي، كثير بستخدمه بالتنظيف للشغلات اللي ما ممكن تتجرح يعني، او الحلل اللي بتتوسخ عندي او حرقت فيها شغله ضروري يكون في عندي منها سلك جلي. هاي مشان كرسي الحمام المعطر. هذا صبايا على فكره يا حماد انا طلبت منك مسحوق غسيل، بس خليني اخبركم صبايا انا. اوكي معلش نسيتي بالسياره. سألتكم على الانستغرام، هذا هو حساب الصبايا، انه شو افضل دواء غسيل جربتوه للملابس، والكل جاوبني اريال. انا كنت على طول بستخدم بيرسيل او بستخدم تندل، بس ما حسيت انه اخر فتره بيخلي الملابس نظيفه فغيرت لاريال، وشكرا على المساعده. الشغله الثانيه طلبت منكم توصفوا لي تكتبوا لي شو احسن معطر ملابس، وخصوصا بالشتاء الصبايا اللي عايشين باوروبا بيعرفوا قديش محتاجين شيء يعطي الملابس ريحه هيك مرتبه، فنصحتوني بهاد من ماركت لينور باللون هاد. كثير جربته بنحط بالغساله، ريحته حلوه، ريحته مقبوله، ماله كثير قوي، وبنفس الوقت بيعطر الملابس لانه بالشتاء والثلج والبروده الواحد ما بيعرض الملابس للشمس ومحتاج هاي الريحه. اول شغله هون صبايا كل المواد تبع التنظيف هاي انا جايباهم من دي ام، اخذت احمد وحلك تشوفوا هاي. لا خلينا نبلش بهاي. شايفين هاد صبايا حبيتكم لكرسي الحمام كتير ممتاز، بحطه فتره وبتركه بعدين بنظف فيه الكرسي وعن جد كان كتير ممتاز. اسعار دي ام لمواد التنظيف ولا احلى. هاد كمان لتنظيف الكرسي بين هاد وهاد لانه جربتهم قبل ما اعمل الفيديو، هاد عجبني اكتر. هاد اوكي ريحته احلى بس هاد نظافته للكرسي اعمق. طيب نيجي لهاد المنتج، وجدتكم اياه على الانستغرام. عارفين طاولات الاطفال البلاستيك والابواب الخشبيه اللي بتيجي عليها طبقه لميع، لما اطفالكم يخربشوا عليها بالوان بيكون صعب انكم تمسحوها او تتخلصوا منها، ما بدكم تستخدموا سلكه لحتى ما تخرب الباب او ما تخرب الطاولات والكراسي. فانا هاد من بانك رح احاول احط لكم صور قريبه للمنتج هون. هاد بخ منه شوي على المكان وبتركه شوي وبعدين بفوطه بس بمسحه على السريع ولا كانه كان في شيء.
نيجي لهذا المنتج صبايا من مايسترا بروبر، نصحتوني فيه كثير على الانستغرام وجربته، عن جد كثير ممتاز لتنظيف الغاز، هذا بس للغاز، كمان لتنظيف الارضيات الخشب او الباركيت جبت هذا وعن جد كثير حلو. بالصدفه صبايا ما حطته بمي التنظيف، رحت حطيته على طول على الارضيه وتاخرت شوي ما بعرف شو صار معي، ولما رجعت لقيته نظف الارضيه بشكل انها بينت انضف بزياده، فروقات جدا كبيره عن الجهه اللي ما اجى عليها السائل. فضروري لما تستخدموه تحطوه بمي ومن بعدين تمسحوا فيه كل الارضيات، مش تحطوه على الارضيات مباشره لانه رح يبين لك هيك خط انضف من الجهه الثانيه. فهمت علي كيف؟ يا رب تكون فهمتوا. المهم هذا المنتج صبايا صار له عندي حوالي شيء 7-8 سنين ما بقطعه، صحيح جبت شغلات جديدة، هذا أنا مستخدمة على فكرة مش جديد، بس حبيت أنصحكم فيه، لو ما في عندكم كل هاي الأغراض جيبوا هذا من جيف، ممتاز جدا وخصوصا للحمام بشكل عام، للأرضيات، للحيطان، لمنطقة الدوش، حطي منه شوي واعمليه بالسلكة هيك نطيه وتركيه وحطي معاه شوية خل. نظافة ولا يعلى عليها، هتشوفي كمية بياض وشي حلو حلو. طبعا جبت المرة هاي معجون كولجيت، معجون أسنان، أنا بالعادة بستخدم الميكس، رح أحطلكم صورته هون، الميكس والكولجيت هون، لساتني هذا ما جربته بس أنا على طول معتمدة الميكس، ما بعرف ليه حبيت أغير بس يعني تغيير حلو. هاد كمان صبايا لتنظيف شغلات البيضة مثل كرسي الحمام، مثل الحواض، مثل الحيط تبع الدوش، يعني البلاط وخصوصا اذا كان لونه ابيض. هاد نفس الماركة، هاي الماركة هي ماركة جيف، من احلى الماركات اللي ممكن تجيبوها للبيت لتجيبوها للتنظيف، يعني شو ما جبتي منها رح يكون ممتاز. ما رح احكي لك على هدول بس، اي شيء من ماركة بانج او ماركت جيف ولا احلى. طيب الشغله المهمه صبايا كثير بتسالوني على اول شيء، في كثير باوروبا شقق وبيوت بيكون فيها شمل، الشمل بسبب ارتفاع نسبه الرطوبه بالبيت فبيطلع مثل بقع كانه عفن اخضر، هذا الشيء كثير مهم يكون عندك، بتبخي منه كل فترة على المكان اللي فيه شمل بتتركيه شوي وبعدين بتجيبي فوطة تكون مبلولة شوي وتمسحيها وبعد هيك تعملي تهوية للمكان وتتخلصي منه تماما، لأنه لو أهملتيه رح يزيد. الشغلة كمان اللي كتير مهمة تكون موجودة بكل بيت هي المادة اللي بتكسر الكلز أو الشغلات اللي ممكن تكون عالقة بمواسير الحمام أو المطبخ لما يسكر عندك الحوض، فهذا الحل الأمثل لإلك من غير ما تحتاجي لا سباك ولا زوجك، بس بتحطي تلت الكمية تقريبا 300 ملي بالحوض مثلا او بالبانيو وبتتركيه تقريبا نص ساعة ومن بعد بتفتحي مية ساخنة وبتنحل عندك المشكلة. بحال المشكلة ما انحلت عندك، هاي كنصيحة انا مجرباها، ما انحل عندك بعد نص ساعة وكانت التسديدة كبيرة، فحطي كمية مضاعفة يعني 600 ملي وحطيهم مع مية سخنة كتير وتركيهم لتاني يوم، يعني عبي الحوض على اخر مية وبعدين خليه يتسرب للمواسير ومعاه 600 ملي من هذا السائل واستني لتاني يوم وان شاء الله رح تنحل المشكلة على الاكيد، لانه اكيد صبايا اللي عايشين بأوروبا بيعرفوا بانه اذا كان في تسديد كبير بالمشاري بسبب غلطة منك او اكل عالق، متخيلين تقريبا السباك اللي بيجي من البلديه ممكن ياخذ مبلغ انتم ما بتتخيلوه 1000 و2000 و3000 لانه رح يحط الحد عليكم. فاول باول استخدمي يا خل او الماده هاي، بس شغله كثير مهمه قبل ما اسكر الفيديو بانه هاي الماده صبايا ما تستخدموها غير وقت الحاجه، لانه كثر استخدامها على الفاضي والملان ممكن يضر بالمواسير، يعني يخليها تتاكل لانه الماده كثير قويه، مره بالشهر كفايه ونحن ننتبه اكثر على مواقف الاكل. المهم صبايا هيك بيكون خلص الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا منه ويا رب تكونوا جهلتوا او ما بينت اصلا المزعة اللي هون، بس حبيت البسه يعني محل سعره. المهم صبايا بتمنى الفيديو يكون عجبكم، استفدتوا منه، اسفة اني طولت عليكم فيه ولكن بعرف انه كتير رح يفيد صبايا. اي سؤال تاني اكتبوا لي اياه تحت بصندوق التعليقات وهلقيتها لازم احكيكم. باي باي واستنوني بالفيديو الجاي. باي باي باي.